أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون يقول في بيان إن جميع الوفود المشاركة في المباحثات الدستورية قدمت بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة منتقدا أطراف اللجنة الدستورية. قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة لاعتقال الشبان وسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في محافظات الحسكة ودير الزور ورقة وفق شبكة الخابرين المحلية. محافظة إدلب تسجل حالتي انتحار خلال 48 ساعة الماضية لطفل شنق نفسه في خيمته ضمن مخيم كمونة، وفنان تشكيلي أطلق النار على رأسه مباشرة في منزله بمدينة السلقي. صحيفة الجارديان تقول إن روسيا اتبعت جرائم حرب في سوريا بالاعتماد على 5 استراتيجيات رئيسية، وهي تكررها اليوم في أوكرانيا، بينها سياسة الحصار والتجويع والتهجير واستهداف البنية التحتية المدنية والمراكز الحيوية. اللجنة السورية التركية المشتركة تصرح بأن رئاسة الهجرة التركية قررت عدم تجميد كرت الهلال الأحمر للسوريين الذين جمدت بطاقات الحماية الخاصة بهم مؤقتا تزامنا مع حلول شهر رمضان. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توثق مقتل 1081 مدنيا وإصابة 1700 آخرين في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.